المملكة تلقت دعوة من بعثة الشخصي الأمين العام الأمم المتحدة السيد كولر. المغرب قرر الاستجابة لهذه الدعوة باعتبار أنها تضمنت دعوة كل من الجزائر وموريتانيا للمشاركة في المائدة المستديرة. دعوة لكل الأطراف التي المغرب كان يؤكد على ضرورة أن تكون في هذا النقاش. كانت بالنسبة إلينا لأن هذا الأمر الموافقة للمغرب جاءت بناء على أن الدعوة تضمنت دعوة الجزائر وموريتانيا أيضا للمشاركة في هذه المائدة المستديرة.